صباح الخير للكل. يوم جديد من عالم الصباح، يوم السبت 30 أب 2014. طبعا فقراتنا عديدة ومنوعة، وبنتمنى أنكم تتابعونا خلال 3 ساعات على الهواء. بدي أقول صباح الخير للشيف شادي يلي هيك غلي قلبنا عليك مبارحة. أنا فتحت التيفي فجأة على الساعة 11:30، طلعت ما لقيته موجود. أنا قلبي يكون ورا هيك، مدري شو عم بيعمل، عم يبحبش او عم بعده عم يضبط بغراض او عم يظبط شيء. بعدين سمعت غيدة عم بتقول انه الشيف شادي مش معنا، واليوم رح نختم بكير، وانه لانك مريض. فانا ما بتصدق قد انبسطت وارتحت، وحسيت انه الحلقه كانت يعني كامله متكامله وكله ماشي الحال. فدقيت له الو ايه بونجور رولا. صباح الخير رولا، صباح الخير لكل المشاهدين. امبارح وعيت عن جد الساعة 9:30، كان راسي كثير عم يوجعني وعندي شوية حرارة. سلامة. فهيدا الشغلة كنت كثير مبسوط مع اني كنت مريض، انه كتر خير الله بعد فينا راس عم يشتغل بهالبلد. فكنت شوي صغيرة يعني هيك خي، اكيد هيدي على فوتنا المزح بالجد شوي صغيرة. فالوضع يرسى له، نحن ما رح نرجع نعيد كل شيء. او حكيت امبارح غيدة ونحن عم نحط ايدنا بايدها اكيد، وانا كنت عم بحضرها كل الحلقه امبارح. انا اللي بدي اقوله انه نحن اليوم عن جد الوضع كثير، والعالم كثير عم يطلع وعم يقولوا انه نحن ليش بنطلع على التلفزيون؟ انه ليش بنطلع متضحك وانت ضحكتي هلا ونحن مزحنا هيك وهيدي شغله كمان. انا عندي اليوم سؤال يمكن ما راح اكتبه على الفيسبوك بس راح اقوله، طيب نحن اذا ما طلعنا على التلفزيون شو بيصير؟ شو عبالكم تحضروا؟ لا بقول شو اذا انا ما طلعت ومزحت وضحكت وانت طلعتي ومزحتي وطلعنا اعطيناهم انباء للمشاهدين وطلعنا عملنا حركه بقلب البيت لانه العالم عم تحضرنا، صح؟ شو بيصير؟ لا بالنهايه على كل حال شادي الحياه بدها تستمر. وقتها بيكون في اخبار نحن طبعا بنوقف عن الهواء وبيطلعوا بنشط اخبار بموجز. لا بس هو الموضوع انه العالم اليوم ايه، العالم كلها حزنانه والعالم كلها كذا والعالم كلها كذا، وانت عم تطلع تضحكوا وانتم عم تطلعوا تعملوا كذا. هو النقطة مش عارفين انه نحن اكيد كمان حزنانين ونحن كلنا، بس نحن واجباتنا نطلع نغير الجو، هيدا هو بدنا نحكي. بس اعملوا معروف، فبصبحكم بالخير ونهار رح يكون كمان جميل جدا، ورح نحاول كمان نغير الجو الموجود، هالجو المضطرب والحزين الموجود بكل بيت من بيوتنا. على كل حال ثانك يو لك، اكيد بنرجع لك بعدة وقفات شيف شادي. اما انا بدي اقول لكم عن السؤال اللي رح ينطرح على صفحة الفيسبوك بخاصة بعالم صباح. هو شي مرة بلشتوا مشروع ووقفتوا بنصه؟ هذا السؤال كمان أو هذا الموضوع رح نحكي فيه بنفس الوقت ما بدأ هالقد مع ميلاد، أكيد بعدين بأول فقرة رح نبدأ فيها بعالم الصباح من بعد كارمن. فكمان خلوكن معنا ونتواصل سوا، بدي أخذ أسئلتكن أجوبتكن، وكمان أقول لهم لميلاد وناقشهم اكيد. خلينا نروح باول جوله سريعه لنشوف شو تتضمن حلقه اليوم. بحلقه اليوم من عالم الصباح منتابع الابراج مع كارمن. هل بلشت مشروع بحياتك ووقفته؟ مع ميلاد بما بدها هالقد، اخبار جديده عن تكنولوجيا مع عامر باي نو، بلا جمرك فقره مخصصه لتكون مساحه حره للتعبير عن رايكم. الحلو بلبنان الشاطئ هو ملك عام وحق للناس، بس شو هو الوضع بلبنان؟ باما هيربس وغيرها من الاغراض بنتعرف عليها مع دومينيك بي تي في شوبينج. ضيوفنا بيعرفونا على ميركس دور 2014 على شاشه المستقبل، ورشه ملح مع شيف شادي على اقراص الفواكه المجففه. فإذا أول فقرة بعالم الصباح طبعا بنبديها دايما مع كارمن والأبراج لنشوف حظوظنا لليوم. صباحكم بالخير، اليوم السبت 30 أب أغسطس، اليوم القمر مرافقنا من برج هوائي برج الميزان حتى الساعة 12 الظهر، بينتقل من بعدها لبرج العقرب. الأجواء اليوم مقسومة إلى قسمين، خلونا نشوف هالنهار كيف رح بيكون. البداية طبعا مع أول برج الحمل، ترتاح بعد الظهر مولود برج الحمل والمساء أيضا، وعندها إذن بعد منتصف النهار يعني تحديدا تقدر تبلش تنهي الشهر بشكل أفضل. المشاكل بتختفي، هالشخص اللي عم بيعاكسها كمان بيختفي من الساحة ابتداء منتصف النهار. وبعتبر المولود اللي عنده حظوظ اليوم جيدة جدا هو 31 أذار مارس 1 نيسان أبريل. ننتقل لبرج الثور، حاول مولود برج الثور تكون أو تكثف تحركاتك واتصالاتك
قبل الظهر، لأنه ابتداء منتصف النهار ووصول القمر لبرج العقرب بده يظهر شخص على الساحة، بده يعاكسك، بده يزعجك، وبده يحط العصي بالدواليب. احتمال أنه تكون مزاجيتك شوي متقلبة بعد الظهر والمساء، لذلك ما تخلي اتصال مهم أو زيارة مهمة أو أي مسألة بدها طولة بال لبعد الظهر. وبعتبر المولود اللي عنده حظوظ أروق من غيره وأفضل من غيره هو مولود 27-28 29 و30 نيسان أبريل. منكمل مع برج الجوزاء. بالنسبة لبرج الجوزاء، الأجواء اليوم عندك فينا نقول أنه عم تتغير يمكن عند منتصف النهار بتصير الأجواء شوي متعبة، شوي متطلبة، بتقعد على أعصابك، بتخليك نوعا ما تكون على أعصابك فقط لأنه بسبب كثرة الشغل. من هلأ لساعة 12 الظهر تحس حالك مرتاح، قادر تستوعب الأمور بسهولة، والناس أيضا تقدر تتعامل معك وتتفاهم معك بشكل أفضل. بيبقى المولود الأنشط اليوم هو مولود شهر أيار مايو. منكمل مع برج السرطان. بالنسبة لبرج السرطان هنالك انفراج حلو، هنالك فرحة، هنالك مفاجأة لألك حلوة ابتداء منتصف النهار. بتحس وكأنه هالهم اللي كان على كتافك أو الشغل لك بالك ما بخليك تنام يمكن بهالليلتين اللي مرقوا، بتحس أنه رح تختفي ورح تحس حالك مرتاح ومهيص، ويمكن حتى يطلع بالك تعزم حدا أو تاخذ مبادرة لحتى تحتفل. الأكثر حظا رح بيكون 10-11 و12 تموز يوليو. منكمل مع برج الأسد. بالنسبة لبرج الأسد عندك القدرة لحتى تتفاعل بشكل ألطف وأقوى وموضوعية أكثر قبل الظهر. ابتداء منتصف النهار مولود برج الأسد بيصير بفكر بعاطفته وبقلبه أكثر من منطقه وعقله، وبالتالي احتمال بعد الظهر والمساء تكون شوي انفعالي. أما بالنسبة للمولود اللي عنده حظوظ كتير كتير مهمة اليوم، هني مواليد 2-3-13-14-15 آب أغسطس. ننتقل لبرج العذراء. قبل الظهر وبعد الظهر ما بتفرق، مولود برج العذراء انت شخص ناجح اليوم بالنسبه للفلك، الاجواء جيده جدا، بتعطيك قوه، بتعطيك ثبات، بتعطيك مكانه، وبتخلي الناس انه تنظر لك باحترام وايضا بايجابيه، المهم انت تعرف تستثمر هالايجابيات تقدر تترك بصمة جيدة جدا. النهار معقول يحمل مفاوضات كثيرة مادية وغيرها، أما الأنشط يلي ما بيهدى هو مولود 15-16-17 و18 أيلول/سبتمبر. منتقل لبرج الميزان. مولود برج الميزان لا خوف عليك، مولود برج الميزان القمر اليوم يلي موجود ببرجك بيعطيك كل البوش والانطلاقة القوية والسريعة لحتى يمكن تسبق بعض الأشخاص. المهم اليوم انك تبلش تاخذ قرارات حاسمة بإنهاء كل ما له نفع لإلك، لذلك قوي قلبك وكون جريء، احتمال حدا يخبرك خبرية تخليك تاخذ قرار أو توضح لك الفكرة. يلي عنده ظرف إيجابي أو سلبي هو 13 أكتوبر تشرين الأول. بنكمل مع برج العقرب. من هلا لساعة 12 الظهر ما في جواب لإلك، قاعد ناطر أعصابك صار لك يومين وبعد بدك تنطر. على 12 الظهر يوصل الأمر لبرجك وتدخل بمرحلة إيجابية جدا 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 كتير قوية، بتخليك أنت تكون فعلا محور الاهتمام. الأجواء بتحمل لك بعد الظهر حلول وتسويات ودعوة لحتى تكون أنت حاسم وجريء بقرار، ولكن كون حذر جدا إذا كنت من مواليد 10-11-12 و13 نوفمبر تشرين الثاني. منكمل مع برج القوس. معك بس لساعة 12 الظهر توقيت بيروت لحتى تاخذ أو يكون عندك هالهمة والجرأة لحتى تقرر، لحتى تحكي، لحتى أنت فعلا تاخذ على عاتقك مسؤولية، ملف معين، مسألة معينة تشتغل فيها. ابتداء من 12 الظهر بتوقيت بيروت بيدخل مولود برج القوس بمرحلة من الركود والجمود، ما بتسمح له أبدا يقرر على شيء، بالعكس تماما، معقولة هالمرحلة تزعلك وتقهرك بسبب خيبة الأمل، والجو مكمل لنهار التنين المساء. يلي بيبقى عنده حظوظ اليوم أكثر من غيره 1-2-3-12-13-14 ديسمبر كانون الأول. ننتقل لبرج الجدي.
مولود برج الجدي نهارك بيحلو، كل ما تقدمنا خلال ساعات النهار كل ما كانت حظوظك اقوى وجيده وحلوه ولطيفه ومهضومه، وتتفاعل معك بشكل جيد جدا، بتفرح مع اصحابك، بتطلع عبالك انك تهيص، الجو من حولك انت بتغيره، بتعمل اللي بدك اياه، وبتحس انه بطل عندك هالمشكل او هالهم، وكانه فقط من هلا الساعه 12 الظهر مهموم شوي مولود برج الجدي، لكن بنصحك ما تغير او تلغي المواعيد لبعد الظهر او المساء. بيبقى الاكثر حظا 29 30 31 كانون الاول ديسمبر. بنكمل مع برج الدلو. مولود برج الدلو معك فقط لساعة 12 اذا بدك حظ، 12 الظهر اذا بدك حظ بشغله بورقه معامله او اتصال. من بعد الساعة 12 الظهر بتوقيت بيروت مولود برج الدلو بتصعب عليك الامور، بتصير تقريبا لحالك، وبتحس انه فعلا هالمسائل وهالمعاملات كلها بدها شغل وبتوجع لك راسك. يمكن في مسؤوليه، مسؤوليه عائليه او مسؤوليه مهنيه بتحسها انها ثقيله، وبتحس انه ضروري تكون مبكله، لذلك معك فقط من هلا الساعة 12 لحتى تخلص اشغالك يلي بحاجه لحظ، وخاصة 30 و31 كانون الثاني يناير انت الاوفر حظا، اما الاكثر تعبا فهو 87 شباط فبراير. اخر الابراج برج الحوت. مولود برج الحوت صار له تقريبا اربع ايام خمس ايام مسموم ومزعوج ومتضايق، ما في شيء ظابط عنده، وحاسس وكانه دخل بجو من مؤامره عم بيتآمروا عليك. يمكن معك حق، يمكن في شخص فعلا عم بيتحداك وعم بيحط لك فعلا العراقيل بدربك، ان سواء كانوا من حدا من العيله، من الزملاء، بشغلك، حتى بحياتك العاديه بتحس انه امورك مكركبه. ابتداء من 12 الظهر توقيت بيروت نوعا ما، مش كتير، نوعا ما تحس انه في حلحله، وبالتالي عندك مجال من هلا لنهار التنين انه نوعا ما تعجل وتشوف شو بدك تعمل وتلحق حالك لحتى تقدر تمشي الامور، وكون حذر من معاكسات 25 26 27 شباط فبراير. بختم مع مولود اليوم. بالنسبة لمولود اليوم هيدي سنة جيدة بالنسبة لك، هيدي سنة بتسمح لك انك تتحرك على عدة اصعدة، هيدي سنة بتخليك فعلا تاخذ قرارات اللي علاقة سواء كان بدراسة معينة، ان كان بمكان اقامة او حتى بمكان شغل، حضر حالك لتغيير كتير كبير ايجابي انت مقبل عليه، وافضل الاشهر هن ايلول سبتمبر كانون الثاني يناير ايار مايو واب اغسطس الـ 2015. هيدي كانت الابراج لليوم، بتمنى لكم نهار حلو. إلى اللقاء بكرة أبراج جديدة، باي باي. شكرا لك كارمن. خلينا نروح سوا كمان عند جورج لحتى نشوف حركات اليوم وكيف فينا نحرك عضلات جسمنا. شوية من الكومنتس اللي بعتولنا ياهن على سؤالنا يلي هو شي مرة بلشتوا بمشروع وقفتوا بنصه وليش؟ عنا مها بتقول وقفت لأنه الحظ ما كان بصفي. سميرة بتقول بلشنا مشاريع كتير ولكن دايما نتوقف بسبب الظروف أو ربما الكسل، ولكن دايما نبدأ من جديد. أسيل بتقول المشروع هو مشروع الدكتوراه بسبب الأوضاع الأمنية. صابرين بتقول ايه اكيد، ولو مشاريع مش مشاريع، ولو مشاريع مش مشاريع، يعني انه مش هالمشروع الكتير كبير سو بس بتبلش فيه. اخ شي رح اقول، ريبيكا بتقول ايه وقفنا كتير مشاريع وكتير بتضايق من الخبرية.
اوكي بدي تقولوا لي شو بتحسوا يعني بس انه ليه عم بتوقفوا؟ مش بس انه ايه وقفنا ما بنعرف ليه، يعني في منكم عم بيقولوا في الكسل بس ما ببلشوا من جديد، في اشخاص عم بيقولوا من الحظ يمكن مش واقف معهم. هلا اطرح هول القصص على ميلاد نشوف شو رح يجاوبنا، ورح نتوقف هلا مع اول فاصل اعلاني ومن بعدها اكيد رح نكون مع ما بدها هالقد.